صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح جميع الخيرات. إن شاء الله إن شاء الله شمس مشرقة على الجزائر، إن شاء الله الأمن والأمان، ويا ربي بعد علينا البلاء 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 من أعدائنا. وسامحوني يعني نتكلم شوية على الأعداء على الصباح هكذا. سامحوني سامحوني سامحوني. نقول للجزائريين شفتوا عليها يعني فريمون الحدود تاعنا يعني مهددة، والحدود تاعنا وإحنا مع الجار هداك دايما حدودنا مغلوقة، ونفضلوا تكون مغلوقة. إحنا كشعب لازمنا دايما نرفض فتح الحدود مع الدولة هذه اللي قدامنا، مادام راهي تخطط لنا وتنصب لنا وتمهد لكل شيء، راهي تضرب فينا بجميع السهام. المهم الصورة تاع الجار اللي قدامنا، الجار اللي قدامنا اللي ما حبش فريمون يعترف باللي راهو مطبع، رغم كل شيء يشوفوا فيه تطبيع منذ زمان، التطبيع والتواطؤ منذ زمان منذ زمان. والصورة تاع التطبيع باينة في الرعاية، يعني الرعاية اللي فوق الحق للإسرائيليين. يعني نحبوا ما نقولوش اليهود، انا اليهود خطاش كانوا عندنا في الجزائر يهود جزائريين، عندنا مسيح، عندنا كانوا عايشين مع بعضهم خوا خوا. بينما كي نتكلموا على إسرائيل وما تحاكوا منها للجزائر وبعض الدول، تسمى واضحة إسرائيل ساي خلصت المهمة تاعها في الدول المتواطئة تحت الطاولة وفوق الطاولة. الاتجاه تاعها دركا يعني فريمون 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 راهو للجزائر بالتواطؤ المملكة المغربية، المملكة المغربية. الملوك هدية خدمتهم دو توت فاسون، تسمى الصورة موضحة. رغم يحبوا يخبيوا على الشعب تاعهم المغربي، بصح كل شيء بان. انا نقول لهم من هذا المنبر كجزائرية، في يوم ما الشعب المغربي راح ينتفض للخيانات المتتالية من طرف الملوك المغاربة، الملوك تاع المهلكة هذه، اللي يتواطؤوا على الشعب المغربي قبل من الدول الأخرى، يعني فريمون قبل منهم احنا. المهم إسرائيل راهي في فرحة كبيرة، تالمون شافت باللي المهلكة هذه ما عندهاش القدرة باه تواجه الشعب تاعها وتقول لهم احنا يا رانا مطبعين ومتواطئين. خرجت ليها للعلن درك الصحافة الإسرائيلية، سي بون عاد تحكي تقول يعني فريمون في العلن باللي المغرب مطبع مطبع، وكاينه خطط للجزائر. الخطة الكبيرة هي بكل للجزائر. إسرائيل راهي في المغرب تسمى راهي تخطط لضرب الجزائر. وانا نقول لها تصعب عليك تصعب عليك تصعب عليك تصعب عليك، رملة من الجزائر والدولة هذه، لهذو اللي نعتبروا اللي كنا ما نقولوش الشعب المغربي، ما نقولش الشعب، انا نقول الملوك هذو المراركة هادو، دي طول عمرهم هما خونة، طول عمرهم هما متواطئين، طول عمرهم هما كذابين. نقول الملك تاع المغرب، الإسلام بريء منك، بريء منك الإسلام يلي تدعي أمير المؤمنين. فيه أمير المؤمنين على صباح ربي، ما نحبش نقول لك كلام أمير الفساد والخيانات ملقاش الإنسان واش يقول لك. نقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وشعبك راح يجي اليوم اللي راح يقوم ضدك. هدي ديرها مليح في بالك يا ملك، يا محمد يا محمد، الاسم غالي ومربطك خالي، مملوء بالخيانات مملوء بالخيانات. الجزائر عصية عليك وعلى غيرك، ديرها مليح في بالك. على الصحراء الغربية، الصحراء الغربية اللي عمرها ما تكون للشعب المغربي، الصحراء الغربية هي مخطط إسرائيلي فرنسي منذ زمان مع الحسن الثاني، منذ زمان الوعود اللي عطاها الحسن الثاني بوغ لي بروجي في الصحراء الغربية،
راهي جات لها اسرائيل تسمى باش تنفذها تما، هذا الشيء هذا معروف معروف من زمان. المهم نقول لكم، نقول الملك المغرب المتواطئ المطبع الخائن ابا عن جد، تصعب عليكم ارض الجزائر، تصعب عليكم ارض الجزائر. ونقول للجيش تاعنا لازم يهبطوا للحدود، سي بون ساي، تسمى الحدود تاعنا لازم تكون محروسة، ما كانش امان في هذا في هذا الجار هذا. وما كنا نقول بعيد على الشعب، ماشي الشعب، كاين الشعب المغربي مايش بكل، كاينين الناس اللي عندهم نخوة وعندهم كرامة، مهما يكون مهما نكونوا احنا التعبير تاعنا ساعات على غش رانا نجمعوا، بصح كاين شعب لي ضد هذا الشيء. ونشوف الأئمة اللي في المغرب عندهم الأئمة، يعني صح عندهم بزاف الأئمة، بصح كي يظهر يظهر تلقى اللي يهدر هكذا شوية على حق شوية، هو الشيخ النهاري با بلوس. وش هي الدور تاعكم توما تما في المغرب على الفساد وعلى الخيانات وعلى المنكر؟ وش هي الدور تاعكم؟ نحب نفهم يعني اكزاكتومون ما هو دوركم. مهم نقولكم الجزائر بعيدة بعيدة بعيدة، ولي انتو شابل، انتو شابل رملة من تحتها. واسرائيل مستعرب بها، خرجت للعنن تالمون شافت الملك خايف لا بوغ ديكلاغي لداك الحكومة تاعها مخبيين وخايفين، خرجت اسرائيل للعنن وردحت لكم الصورة وراك وقالت لكم مبروك عليكم التطبيع تاعكم وتاعنا للعلن. ستوب من التطبيع تحت الطابلة، بزاف بزاف بهدلتوا بروحكم، حنا نشوفوا في الصورة كيفاه وانتو ما تخبيو، سي بون. المهم الدول العربية بكل مطبعة وقاعدة تطبع. وكي نقول لكم الجزائر الدولة الوحيدة اللي تحتفظ بكرامة كل العرب، ما عندهمش كرامة، سي فغي، سي الجزائر وحدها هي وشعبها. المهم نقول لكم صباح الخير عليكم. نورمالمون الفيديو هذا ماشي تاع الصباح، بصح سامحوني تالمون الانسان يشوف في حوايج. و فريمون نقول لكم بون جورني لي زالجيريان، ان شاء الله الشمس مشرقه لينا بكل. يا ربي يا ربي، هيا نخليكم على خير، و اللي رايح للعمل ربي يعاونو. باي باي.